رجعنا مع حضراتكم والكابتن الكبير كابتن عصام منورنا، ومن خلال التقرير عمال اكتب مش عارف ابدا مع حضرتك منين، لاعب، مدرب، ناقد، رئيس رابطه النقاد، عضو مجلس اداره الاتحاد، رئيس اتحاد، فمحاور كتيره جدا. بس خلينا نبدا من الحته الاولانيه، لاعب كره، وحضرتك كنت يعني لاعب كره في النادي الاهلي، ومع مشوارك في الكوره وحراسه المرمى. هسألك سؤال واضح ويمكن كلنا يعني رأي حضرتك ايه في ان هو الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي خلى ميشيل ده مدرب حراس المرمى اللي كان مع فالر موجود في الجهاز الفني الجديد لاستمرارية نجاحه مع محمد الشناوي؟ هو طبعا قرار جيد جدا، يبقى في لينك دايما او في اتصال نفسي بين المدرب حراس المرمى والحراس اللي معاه. ده حاصل دلوقتي بين المدرب وبين محمد الشناوي، ونتيجته الحقيقة باهرة. يعني احنا انا شايف انه محمد الشناوي الحقيقة من الناحية الفنية تحركاته نضجت جدا، الهدوء اليقظ، يعني بقى حاجة فيها تناقض، دي بيحطها برضو مدرب الحراس. كل هذه الأمور الحقيقة نتيجة عمل المدرب، فأنا أعتقد أن استمراره يعني قرار جيد جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي.